على الماتشات بتاعتكم كنت بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كان كبيره عندك قوي. 3 سنين مثلا. 3 سنين ايه بس يا كابتن جمال، ما انا قلت لك. صح، كنت انت المفروض الايام دي تروح روسيا مش المرفأ الايام ما احنا رايحين ان شاء الله. عايز تنضم لل كل الناس بيقولوا لي والله احنا جايين منتظرين معاك روسيا. يعني منتظرين اتحاد الكوره يعزم في جيل 90 في روسيا ان شاء الله باذن الله. ده انت داخل على طمع بقى كابتن. لا ما هو ده ده التقليد يعني، ده المفروض. هو المفروض حضرتك في الماتشات الدوليه الاخيره الفتره الاخيره يبقى في يعني لنجوم كاس عالم 90 كل يعني ماتشات دوليه. الجيل ده ادى كتير جدا صحيح وعطى كتير جدا وجيل محترم زي كل الاجيال، لكن هو جيل برضو كانت الظروف اقوى من احسن صحيح دلوقتي بكتير. فاللي اقصده يعني كلنا نفسنا كنا موجودين في ماتش اللي فات ده. بس انتوا حضرتوا الماتش بتاع الكونغو فين بقى كابتن جمال؟ يعني هو طبعا اتحاد الكوره الله يكون في عونه، انا بعذره طبعا ما عزمش ولا واحد، ما بعتش ولا دعوه لجيل 90. فانت عارف ام العروسه وابو العريس او ابو العروسه ده بيتكل على ده وده يتكل ويبتدوا ينظموا حاجات كده وممكن ينسوا اغلى الناس او اعز الناس. فاحنا مش لايمين عليهم لان هم طبعا احنا في واحد من جيل 90 موجود عضو مجلس اداره هو المفروض يفتكر. لا ما هو بص مجدي كان ده مش عايز لو مجدي كان بسرعه مجدي كان بسرعه عشان هدف واحد يوصلنا. ايوه فاللي حصل ان هم نسيونا والنسيان دوت مش متعمد لان التنظيم كان عايز وقت وعايز مجهود، الفرقه في المعسكرات عايزه وقت ومجهود، المسؤولين اللي تعزموا وقت ومجهود، فالموضوع كان قوي عليهم جدا فهم نسيوا جيل 90. انما انا احنا دلوقتي بنفكرهم على روسيا يعني من دلوقتي بفكرهم على عشان نروح نشجع حتى نروح نشجع